عندي حق. المهم احمد مش عندي كده، المفروض اعمل عمليه ابن عيدين، بس طلع ابني لو اتحط تحت 12 ساعه هجيبه جلطه. ليه؟ هم قالوا كده في المنصوره. يعني ابنك كان هيجرر لك؟ في التحليلات قالوا كده، انا مشيت التحليلات كلها انا سليمه، وابني طلع لو اتحط يجيله جلطه. فقلت الحمد لله، بس تلاقي الصوره فتحت على العرق، البيضة بقت حنفيات تضرب. قعدت خيطتها 16 غرزة لغاية ما نسكت، لغاية دلوقتي السلوك بتوجعني، وعلاج الكبد غالي جدا، كل يوم كل يوم كل يوم حقن كل يوم حقن. هنا حتى الكلنة ما بيجيبولناش، حتى الحاجة. طب انت محتاجة دلوقتي علاج ولا عملية؟ لو يقدروا يعملوا لي عمليه، انما مش هيقدروا عشان مفيش متبرع. يعني مفيش مين هيتبرعني، مين هيديني حته؟ طب انت بتطلبي بايه دلوقتي؟ ايه بتطلبي بايه؟ انا عايزه بس مصاريف الكبد، لاني انا خلاص ما عنديش دخل خالص خالص. ما عندكش دخل خالص؟ حتى عزه وكرامه قدمتها تكافل وكرامه. تقصدي بقى لي سنه جايين بعد سنه اسال يقولوا لي احنا ضيعنا الورق، اعملي ورق غيره. عملت ورق غيرها المدام سلوى، الله يسهل لك.